الشعار الكبير، شعار الكعبي محققا وفائزا ومنتصرا. ارحبوا 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 ارحبوا. الله فاز ارحبوا بالمركز الاول. محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي تستاهل فوز ارحبوا بالشوط الرئيسي للقايل قعدان. الشوط مفتوح. تستاهل خير وعافيه ابو بريك. الليله ماخذ اقوى اشواط القعدان ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. كيف تصف الفرحه والاناسه والناموس بالشوط المفتوح؟ الحمد لله رب العالمين، شوط رئيسي وناموس وفرحه. سابق هجن سبق اللي منافسه على الرموز اللي في رصدها رموز ممكن متواجده في الشوط. صحيح صحيح، الحلال الحلال كان قوي، ولكن الحمد لله من تناصر في الشوط ارحبوا اثبت لنا انه ما هو بظاهر من الثلاث، والله قسم له السبق. اللهم لك الحمد. ناصر بعد الفوز دائما اللي يفوز ويسبق بالذات في رياضه الهجن، غير عن رياضه الكوره، غير عن اي رياضه اخرى تنهال عليها اتصالات والتهاني ومبروك والمردود لك انت كمالك. صحيح، ولا هي غريبه على اهل الهجن، وهذا بحد ذاته ناموس. انت يعني سابق ومتنومس، وفوق هذا اتصال الاخوان. مبارك مسار الشوط بصراحه. مساء الخير، اللهم لك الحمد. ويوم سبقت لا الحمد لله رب العالمين، مع ان الحلال كان قوي للامانه، بس انت كمالك لا شفت ان حلالك بجملك تطمن. لكن بجملك في دائره الثلاث، لكن تبغى المركز الاول اكيد. نعم أكيد. لكن يعني وين بالت لك المعالم؟ وين كانت المنافسه؟ التوتر وين كان؟ المنافسه من عقب ما تناصف الشوط. كانت في منافسه. نعم صحيح. نعم، وكنت تقول يا الله عنده. اكيد اكيد اكيد، يا الله تعينه. لكن شفنا الحلال اللي نافس وشفت ان القعود عاد عنده ودريت انه بيسبق. وين توتر ابو ناصر؟ وين توتر دائما في الاشواط الرئيسيه؟ الشوط الرئيسي هذا ناقص رمز بس. دائما الحمد لله متفائل خير، متفائل خير. ما به توتر، صرنا الحلال مجمل. نعم. ما به توتر. الله يوفقك ويعجبني ثقتك بنفسك يا ابو ناصر، وهذا الفوز انه مسلم انت هدي. وياك الله يجزاك خير، اهدي لاهل الهجن كلهم ولكل من تمنى لنا التوفيق والكل طيب. الله يوفقك وبيض وجهك على المقابله، شكرا جزيلا لك ابو ناصر. يا ابو بريك الله يجزاك خير. مرحبا باسم البلد وشعبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبة الغايب يلمن شاف داره.